مفردات خطاب السيد باش أغا، هل حملت جديدا بالنسبة للأزمة في ليبيا ومطالبته للدبابة بتسليم الحكم له؟ تحياتي لك سيدي، تحياتي لمشاهدي قناة الغد. أعتقد بأن خطاب السيد فتحي باش أغا هذه المرة مختلف عن سابقيه، يعني لأن هذه المرة يعتبر خطابه بمثابة إعلان الحرب بشكل واضح على حكومة دبيبة، لا سيما وأن السيد فتحي باش أغا طيلة فترة الستة أشهر السابقة كان متمسكا بمبدأ الدخول السلمي للعاصمة واستلام زمام الأمور بالشكل أو بالطرق السلمية وينبذ استخدام القوة، بمعنى كان يعتمد على استخدام قوة القانون لا قانون القوة. لكن في هذا الخطاب لاحظنا بأن السيد فتحي باش أغا أكثر حزم، أكثر إصرار على تولي أمور السلطة في العاصمة طرابلس، وهو حذر أيضا من سفك الدماء وحمل المسؤولية للسيد دبيبة الذي استمسك بالسلطة بالقوة. أيضا هذا الخطاب يختلف عن الخطاب السابق الذي كان موجها لأمراء الميليشيات وللمجموعات المسلحة المتخوفة من دخول السيد باش أغا للعاصمة. الخطاب السابق كان بمثابة الدغدغة لهذه الميليشيات وإعطائها الأمن والسلام بأنه لن يمسها سوء في حالة دخول الحكومة الليبية للعاصمة طرابلس. الخطاب هذا الجديد على عكسه تماما، فهو مصر على استلام الأمور السلطة في العاصمة طرابلس، أيضا يعني حرص على التذكير بالتداول السلمي على السلطة ولا لاحتكار السلطة بيد مجموعة معينة، هنا يقصد عائلة دبيبة. اعتقادنا بأن هذا الخطاب هو بمثابة إعلان الحرب وفق التحركات التي تقوم بها الكتائب الموالية لباش أغا في العاصمة طرابلس. نتحدث عن أسامة الجويلي، نتحدث عن عماد الطرابلسي، عديد التحالفات اللي عقدها السيد فتحي باش أغا في الوقت السابق، يعني حاول أن يسحب البساط من تحت أقدام السيد دبيبة. بالفعل نجح فتحي باش أغا بأن يعني يقلص خصومه في العاصمة طرابلس وفي مصراتة. هو الآن في صدد إعلان حرب رسمية ضد السيد دبيبة لاستلام أمور السلطة، وهنا يغير مفهومه من قوة القانون إلى قانون القوة. على ما اعتمد السيد باش أغا في تغيير هذا الموقف، ولماذا انتظر كل هذا الوقت حتى يتغير هذا الخطاب الآن؟ كما تقول انتقل من مبدأ القانون إلى مبدأ التلويح باستخدام القوة. نعم، هو في الفترة السابقة لو لاحظت أن هناك تحركات سياسية كثيرة يعني قام بها السيد المستشار عقيلة صالح، سواء كانت الزيارة الأخيرة لتركيا ولقائه بأردوغان، كلنا يعني فسرنا هذه الزيارة بأنها تمهيد لدخول باش أغا للعاصمة طرابلس ورفع تأييد السيد أردوغان لحكومة دبيبة. انتظرت حكومة باش أغا أن ترى ردة فعل الحكومة التركية أو الدولة التركية تجاه حكومة دبيبة. اعتقادنا أن يعني لا نتائج ملموسة من تلك الزيارة، إضافة إلى اللقاءات العديدة اللي قام بها السيد فتحي باش أغا وآخرها لقائه في مدينة مصراتة بأعيان ويعني القوى الفاعلة في مصراتة، كلها يعني كانت بالتمهيد لاستخدام او الى ما آل اليه اليوم او بالامس خطاب السيد فتحي باش أغا. يعني كانت هناك ترتيبات ايضا القوة العسكرية، هو حاول في الفترة السابقة ان يرتب قوته العسكريه، ولاحظنا ان حتى الجولات اللي قام بها او المسارات الحواريه اللي قامت بها سواء كانت زنتان او عديد المدن، ونتكلم عن اسامه جويلي بلقاء بامراء الكتائب في العاصمه طرابلس، كلها كانت في اطار كسب تاييد لدخول السيد فتحي باش أغا للعاصمه طرابلس دون استخدام القوه، ولكن ستستخدم القوه اذا اضطر الامر، وهو ما قاله السيد الجويلي في وقت لاحق، وهو ما قاله بالامس السيد فتحي باش أغا ضمنيا في خطابه الموجه للسيد دبيبة ولمنه يقف مع السيد دبيبة. في اعتقادنا انها كانت ترتيبات لوجستيه قامت بها الحكومه الليبيه وعلى راسها السيد فتحي باش أغا للوصول الى ما آل اليه الامور الان، وهو استخدام القوه لو اضطر الامر، وهو اعتقادنا ما زال فتحي باش أغا يحاول ان لا يستخدم القوه حتى يسلم دبيبة السلطه بالطرق السلميه. طيب، توقيت خطاب السيد باش أغا ياتي بعد ان استعرض قوات تابعة له في مدينة طرابلس في الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، كم ساهمت هذه الاستعراضات في ترسيخ مفردات يتحدث فيها الآن السيد باش أغا من منطق القوة أو التلويح حتى باستخدامها؟
هو شوف سيدي، للتوضيح ان الاستعراض العسكري اللي حدث في العاصمه طرابلس هو كان لما يسمى بالجيش الليبي في غرب ليبيا، واعتقادنا بان كلنا يعني يعلم بان من هو موجود الان في غرب ليبيا هي مجموعات مسلحه ومرتزقه سوريين، يعني من قام بالاستعراض بالامس هم فقط يعني هياكل او اشباه لافراد للقوات المسلحه، وهي لا تملك القوه الفعليه على الارض، كلنا يعلم ان من يمتلك السلاح والقوه الفاعله على الارض هي مجموعات مسلحه خارج سلطه السيد دبيبه والسيد المنفي بصفته رئيس او القائد الاعلى للقوات المسلحه. يعني الاستعراض بالامس يعني لم يفرحنا، بالعكس واحزننا ان هذه القوات يعني محسوبه على الجيش الليبي وتستعرض في ظل وجود مرتزقه ولا تملك القوه، وحتى يعني في الكراديس يعني هناك امور كثيره ناقصه في هذه الاستعراضات تضعف من دور القوة العسكريه او المؤسسه العسكريه غرب ليبيا ولا تقويها. كلنا يعلم بان من هم الان من قاموا بالاشتباكات بالوقت لاحق سواء كانت قوه الردع او القوة دعم الاستقرار ودعم الدستور كلها ميليشيات ومجموعات مسلحه تمتلك ما لا يمتلكه هذه القوه، لذلك لا اعتقد بان لهذه القوه دور فعلي لضبط الامن او الاستقرار في غرب ليبيا. الدور الفاعل طيب. في غرب ليبيا وفي العاصمة طرابلس بالأخص هي للمجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة دبيبة وسلطة رئيس الأركان وسلطة سيد المنفي بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة. طيب هنا السيد باشاغا على ما سيعتمد في ما لو جنحت الأمور إلى استخدام القوة، ما هي أدواته، ما هي ترتيباته الداخلية كي يدخل في هذه المواجهة؟ نعم، اعتقادي ان السيد فتحي باشاغا يعول على من هم الان في صفه، تعول على قوه الزنتان، ونتكلم عن السيد اسامه الجويلي وعماد الطرابلسي، نتكلم عن الحياديه التي اتخذتها قوه دعم الاستقرار وهي قوه السيد غنيوه كيكلي الذي لم يتدخل في الصراعات السابقه، ايضا الردع التي لها الدور الان في مكافحه او محاربه المجموعات المسلحه الاخرى اللي على راسها كتيبه توار طرابلس وايوب بوراس وغيرها. اعتقادنا بان ايضا يعول على قوات من مدينه مصراته، في زيارته الاخيره لمدينه مصراته هناك من كان مع دبيبه وراى فعليا ان دبيبه اصبح يعني طرف او اصبح يعني رمز لعدم الاستقرار في ليبيا، وهو يلوح الى دخول يعني مدينه مصراته في حروب لا طائل لها الا ان تبقى حكومه دبيبه في السلطه، هم لا يريدون الدخول في حرب بدلاله ان ما قاموا به حتى بمحاكمه لتنظيم داعش، وعلى الرغم يعني للعلم بان من تم محاكمتهم جلهم كانوا يقاتلون القوات المسلحه في شرق البلاد، تم القبض عليهم وهم يحاكمون بتهمه انتمائهم لتنظيم داعش، وهو كاعاده رسمله لوضع المدينه في عموم ليبيا، تحاول مصراتها التقرب من جميع مدن ليبيا، لذلك اعتقد ان المقاربه تغيرت لدخول مصراتها في حروب مع المدن الاخرى، لذلك يعول فتحي باشاغا على العقلاء ويعول على من يؤيد الشرعيه من ابناء مصراته ومن ابناء الزنتان ومن ابناء طرابلس للدخول للعاصمه. في اعتقادي ان الرجل ما تكلم بخطابه بالامس الا وهو واثق بان لديه القوه الفاعله للتصدي لدبيبه وازاحته لو اضطر الامر لاستخدام القوه. ولكن الرجل باشاغا يتحدث عن الشرعية، مفردات الديمقراطية، التداول السلمي للسلطة، ينتقد احتكار الدبيبة إلى السلطة، ولكنه بنفس الوقت حتى يحقق هذا الهدف يستعين بقطعات ليست نظامية، ليست رسمية في الدولة، بل هي جماعات مسلحة ربما تنقل البندقية من هذا الكتف إلى هذا الكتف حسب مصالحها أو حسب ما تراه مناسب. نعم، هو للأسف سيدي أن ما يحكم ليبيا الآن وبالأخص في غربها، يعني نحن نتكلم عن طرابلس وما حولها، هو ما يتحكم فيها أو ما يعني يرسم خارطة السياسة فيها هو قانون القوة وليست قوة القانون، لذلك السيد فتحي باشاغا حاول أن يتأقلم مع ما هو هناك، يعني هو أن يستخدم قانون القوة وليس قوة القانون، لأن لا طائل من استخدام القانون في ظل وجود من لا يحترم القانون أو من لا يأتمر بأوامر القانون، لذلك سيستخدم
يستعين بهؤلاء حتى يعني يكون له الدور الفاعل لتطبيق القانون. ولا ننسى بأن فتحي بشاغة في وقت سابق حارب يعني وقلم أظافر هذه الميليشيات بإطلاقه في عملية سابقة عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة السراج، عملية صيد الأفاعي، وهو الآن الشيء الذي كانت تخشاه الميليشيات في دخول السيد السيد فتحي بشاغة للعاصمة، وطمأنهم في الخطاب ما قبل الأخير بأن لا مساس لهم ولن يكون هناك يعني ردود. ولكن هذه هي نقطة الحل أستاذ أحمد، وهي المشكلة بنفس الوقت حينما يستعين بهذه الجماعات المسلحة يوفر لها الأمان بأنها لن تمس كما تقول، ما الضمانات بأن هذه الجماعات ستوفر له بيئة يستطيع من خلالها العمل، خصوصا كما تعرف في أي منطقة نزاع في العالم حينما تغيب الدولة يبرز أمراء الفصائل وهم أعداء الاستقرار، لن يسمحوا بالاستقرار لأن الاستقرار ضرب لمصالحهم. نعم، هو للأسف يعني كثير يغض البصر عن المشكل الرئيسي في ليبيا وهو الانفلات الأمني أو إحساس المواطن المتأرجح بالأمن. يعني السيد فتحي بشاغة عندما يستعين بهذه المجموعات المسلحة يعني هذه المجموعات ستستشعر بأنها أو بأنها هي من أوصلت فتحي بشاغة للسلطة وتتكلم بنشوة الانتصار، وهو الشيء يعني الخطأ الذي وقع فيه السراج ووقع فيه دبيبة من قبل، هو يحاول أن يتجنب هذا الخطأ. لذلك اعتقادنا بأن فتحي بشاغة أعد في وقت سابق خطة لتفكيك هذه المجموعات المسلحة وضمها رسميا لقوات نظامية سواء كان في الجيش أو في الشرطة ونزع سلاحها، لكن هل ستسمح هذه المجموعات لفتحي بشاغة أن يطبق هذه حتى وإن سمحت أستاذ أحمد؟ هذا هو التحدي الأكبر. حتى وإن تم هذا الأمر أن تدمج هذه الجماعات المسلحة غير النظامية في جسم القوات المسلحة، هذه نقطة في صالحها لأنها ستكون جزء من الدولة، تأخذ مرتباتها وعتادها وأسلحتها، وأيضا هي لها قياداتها خارج جسم الدولة الشرعي والتي تأتمر بأمرها، ستكون المصيبة أعظم. نعم سيدي، هو هنا فيه لبس يعني حدث في أوقات سابقة لحكومات سابقة بكيفية ضم هذه المجموعات المسلحة. الخطأ الذي وقعت فيه حكومة السراج في الوقت السابق هي أن ضمت هذه المجموعات المسلحة بشكل جماعي، ضمتها بكامل عتادها بشكل جماعي. لكن الخطة التي يطرحها السيد فتحي بشاغة هي أن ينضم هؤلاء المجموعة أو من ينطبق عليه قانون الشرطة وقانون الجيش للقوات النظامية بشكل فردي، يعني أن يكون مثلا من مدينة مصراتة ينضم إلى بنغازي ومن بنغازي والعكس صحيح. هنا سنقول أن العملية ناجحة، أما إذا كان فعلا ضمهم بشكل جماعي فهي لا طائل منها. طيب، سنعود إلى نفس النقطة ونفس المربع وسطوة هذه المجموعات والسيطرة والاستحواذ، ويعني سيواجه مشكلة حقيقية لا طائل منها ولن يستطيع أن يقودنا إلى الانتخابات. وهو أنا نقول أن القوة القاهرة الحقيقية سيدي لإجراء الانتخابات هي المجموعات المسلحة والسلاح المنتشر. يعني قبل أن يذهب فتحي بشاغة بنا إلى الانتخابات عليه أن يجد حل لهذه المجموعات، أما بحلها أو جمع سلاحها أو أي طريقة أخرى. وهنا يعني يجب الاستعانة بالمجتمع الدولي والدول المتداخلة. المجتمع الدولي والانتخابات هما كلمتا السر في هذه السلاح. المعادلة السيد الدبيبة أيضا له أتباعه وتمرس في الحكم لفترة من الزمن، وتعرف أن هناك زبائنية بين هذه الجماعات المسلحة، خدمة زبائنية وبين من يمتلك القرار. ما هي خياراته خصوصا أنه يتمسك بأنه لن يسلم الحكومة إلا لحكومة منتخبة، وهذا الخطاب يلقى قبول عند المجتمع الدولي؟ نعم، هو السيد دبيبة متمسك أو يعني مستقوي بالشرعية الدولية التي منحته يعني صلاحيات أو منحته كونه رئيس للوزراء عن طريق اتفاق سياسي أشرفت عليه الأمم المتحدة وتم التصويت عليه في جنيف. اعتقادي أن الشرعية الدولية في حال نقصت الشرعية المحلية، وهنا نتكلم عن يعني ونزعت هذه الشرعية، يعني فقد السيد دبيبة التأييد والقبول والرضا والتأييد الشعبي، سيفقد أيضا الرضا والقبول الدولي. يعني عندما تولى السيد دبيبة السلطة في بدايته حصل على تأييد ورضا وقبول شعبي لم يحصل عليه أي رئيس وزراء سابق، ولكن بتصرفاته الغير مسؤولة والغير محسوبة، استشراء الفساد في حكومته، اهدار للأموال العامة، اهدار أو عدم نجاحه في توحيد المؤسسات سواء كانت العسكرية أو حتى المالية، انقطاع أو عزة في حل انقطاع الكهرباء، كلها أمور أفقدت السيد دبيبة
الشرعية والرضا والقبول الشعبي، هذا سيفقده أيضا في حال وجد المجتمع الدولي أن دبيبة غير مرغوب فيه فعليا في ليبيا، لن يستمسك بدبيبة، خصوصا وأن دبيبة يحاول أن يعود بالبلاد إلى فترة ما قبل 4/4 في هي الحرب الأخيرة التي حدثت في طرابلس، لذلك لن يسمح المجتمع الدولي لعودة الحرب من جديد. واعتقادنا أن الآن في تغيرات في المقاربات السياسية، تركيا كانت حليف بالأمس، اليوم تركيا تجلس مع الجميع، يعني القاعدة السياسية التي تقول لا مبادئ ثابتة ولكن هناك مرونة في المصالح، هي الآن تطبق ما بين شرق البلاد وتركيا وغرب البلاد والإمارات وغرب البلاد ومصر. اعتقادي أن هناك مقاربات كثيرة ستغير من مجريات اللعبة في ليبيا، وما يفقد السيد دبيبة حظوظها في أن يكون رئيسا للحكومة إذا فعليا استطاع فتحي بشاغة أن ينتزع منه سلطة الحكومة بالقوة في العاصمة طرابلس.